بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم زوار متابعي قناة مستر بلوجر على اليوتيوب. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي هنركب دومين اشتريناه من نيمشيب إلى مدونة بلوجر، وهنشوف الخطوات بالتفصيل الممل. ما تنساش تدعمنا باللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يجيلك أجدد الفيديوهات، ونشوفكم بعد الانترو. طبعا في البداية هنروح للمدونة اللي احنا عايزين نركب عليها الدومين، وهنروح للإعدادات وهننزل لتحت لغاية كلمة النطاق الخاص، تمام. بعد كده هنروح لنمشب ونختار الدومين اللي احنا اشتريناه وهندوس عليه مانج، وهنختار Advanced DNS، وهناخد الدومين بتاعنا نسخ كده وندوس على كلمة النطاق الخاص وندوس نكتب الدومين. بعد كده هندوس حفظ، ظهر معانا الكلام ده. يبقى لازم نكتب www قبل الدومين وندوس حفظ، ظهر معنا الشكل ده. لم نتمكن من التحقق من ملكيتك لهذا النطاق. هنروح لدي ان اس بتاع النيم شيب. لما نخش للمانج وادفانس الدي ان اس هيظهر معنا الكلام ده، هنحذفه كله. تمام كده، دي اول خطوة. تاني خطوة هنروح للمدونة وهناخد الاسم www ونروح هنا add new record وهنختار cname record. الهوست هنكتب www والتارجت اللي هو ghs.google.com. نسخ ونلصقها هنا. بعد كده هندوس حفظ. تاني حاجة هنعملها هنروح ناخد الاسم ده ونعمل new record cname record، الهوست الاسم ده، وتأكد ان مفيش فاصل بعديه. بعد كده التارجت بتاعه اللي هو ده، نسخ كده وهنا لصق. دوس حفظ. بعد كده هنروح لللينك ده شايفين الأرقام دي، هناخدها نسخ وهنعمل new record. هنختار اي record الهوست ات ونعمل الاي دي الارقام اللي خدناها، وهنكرر العملية دي في كل واحدة. add new record اي record ات والرقم، نفس الفكرة. كده احنا خلصنا اعدادات النيم شيب. تعال نرجع للمدونة بتاعتنا وندوس حفظ. كده الدومين بتاعنا اشتغل. في حاجات هنعملها. اول حاجة شايف نطاق اعادة التوجه من www.البياع.com، هنعمل عليها تفعيل. ده اللي بيخلي اللي هيكتب الدومين بتاع بلوج سبوت هيروح للدومين الجديد على طول. بعد كده هنختار ال HTTPS ونفعلها. كده اتفعلت معانا. خلينا نعمل عرض للمدونة. ممكن ما تشتغلش معانا على طول، فعلا ما اشتغلتش معانا على طول. احنا ممكن نستنى في حدود 10 دقايق لغاية ما تشتغل.
هنوقف الفيديو ونرجع لكم بعد ما الدومين يشتغل. ورجعنا لكم تاني بعد ما الدومين اشتغل، هو اخد في حدود 25 دقيقة، تمام. ولو طول ازيد من كده ما تقلقش، هو ممكن يقعد لاكتر من ساعتين لغاية ما يشتغل. وده كان شرح النهاردة، ولو ليكوا اي استفسار يا ريت تسيبوه في كومنت، وما تنساش تدعمنا باللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يجيلك اجدد الفيديوهات، ونشوفكم في حلقة جديدة.